هذا النور المبين أسباب وبدون من شربه من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصله يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبي القريب عبد الله بن عبد القطن بن القطر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطونها فدقت أنشوى بمعونة الله مخاطبة على حقها للدروب وصونها فعملته برعاية الله كما ورد عنها عملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عملا حتى مر الشر بعد الشر من حمله وقضى وزين عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم بيوضوط فضله وتنتشر في آثار مجده الصغير اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم